الاعتداء الجسدي بيبدأ عند مين أول؟ وجدوا أنه أراوند تقريباً 75% من حالات الاعتداء العنف المنزلي اللي بيبدأ الاعتداء بتكون المرأة مش الرجل. اللي بيبدأ الاعتداء يعني اللي بتمد إيد، مين اللي بمد إيده أول؟ مين اللي بيرفع إيده بمدها أول؟ سواء ضرب مباشر أو مثلاً بعصاي أو بطبق على قولت صحن مثلاً يرميه على الطرف الآخر أو بأي طريقة. مين اللي بيبدأ الاعتداء الفيزيكلي الجسدي؟ الاعتداء مين اللي بيبدأه؟ 75% من الحالات المرأة اللي بتبتدأ. المرأة تبتدأ هذا الاعتداء. النساء اللي بيبتدأوا هذا الاعتداء ردة فعل إيموشنال، ما في ريجوليشن، ما في ضبط للمشاعر، فبترجم الانفعال العاطفي على طول بشكل اعتداء جسدي.